بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هدية تول الكلاج أو المسبوع أو التعديل حزام تاع محرك فورد 1.8 دي إي أو عادي، حتى العادي كيف كيف. عندنا يعني الهدية، هو عنده زوز كاتينات، زوز كاتينات، كاتينة تخدم ال الكرانك او الفيبروكان والاربراكام، وكادينا تخدم مضخه الديزل اللي هي بومبريكسيون. طبعا لازم زوز اماكن لتعديل الحزام. هذا بالنسبه للمضخه نتاع الديزل سهله، هذا المكان نتاع لا سهله ما فيها شيء، هذاك عندها المكان نتاعها، وعندك من هنا هذه اذا كان فما تقرقيره في المحرك ولا دخان تعدل من هنا اللي هو لافونسور تاع هذه، لما ترخفهم وتدور شوي بشوي منه ومنها باش تنحى الدقرقيره وتنحل الدخان اذا كان فيه دخان. هذا بعد ما تعمل الحزام. بالنسبه للكرانك، في الكرانك عندنا هنا بولون في جنب تحت فما مكان فيه بولون، شوف فيه هنا هذا تحت المضخه الديزل، فما قطعه هنا اللي هي بومب الدراوليكا ولا تشوفوها هذه، نفك البولونه هذه وان هذه تكون موجوده هنا مفتاح 10، هذه نفكوها هذه ونجيبوا بولون طويله كما هذه، المهم تكونها كلها فلتار، ونحطوها في المكان هذا وندوروا باش ما عادش لين يولي تمس في الكرانك. المفتاح هذا هنا اللي هو في مضخه الديزل. وبالنسبه للبراكم عندنا، يا اما قبل ما نفكوا نقمروه، لان عندنا هنا هاي حديدة هنا، هذه حرف هذه في المكان هذا الحرف هذا، يا يعني اما نقمروا البنيون هذه او الكاتينة على الحرف هذا، يا اما نفكوا الغطاء هذه من فوق، فكوا الغطاء هذه من فوق ونجيبوا مفتاح زي هذا، فرش هيك مفتاح زي هذا ونحطوه في الاربراكم من وراء، نجيب مفتاح كيما هذا هيك ونحطوه في الاربراكم من خلف هيك باش ما عادش يتحرك. هذه الاماكن نتاع تعديل الحزام نتاع الفورد 1.8 اللي هم هذوما، سواء تيربو ولا عادي وكلهم. يعني بالنسبه للاربراكم نجيبوا قطعه زي هذه نحطوها من الخلف في الاربراكم، او نقمروا المكان هذا في البنيون او الشان، نجيبوا مفتاح زي هذا نحطوه في المضخه، هذا عند مكانه يدخل فيه في المضخه، ونجيبوا البولونه طويله نحطوها في المكان هذا باش يتك عليها الفيبروكان. هذه العمليه نتاع تعديل الحزام نتاع الفورد 1.8، يعني سهله مش صعيبه. ثلاثه اماكن يعني بالنسبه للهدايا، سواء المكان هذايا تعمله سواء باش تغير الكاتينه نتاع البومبا ولا الكاتينه نتاع المحرك، يعني الكاتينه نتاع المضخه ولا نتاع المحرك. طبعا هنا في التعديل هذايا عندك هذايا فيها الدقري، يعني التعديل نتاعو تقدر تتحكم فيه كما تحب، هذا كيف زاد حتى البنيون هذه تقدر تتحكم فيها كما تحب على حسب الكبسان، واحد يرد باله على الدقري هنا. هنا هذه فيها مضخة الماء طبعا بطبيعتها ما فيهاش لا تعديل لا فيها شيء، هذا كيف فيه تعديل رسور وحده يعادل بعدين اكبس عليه، وهذه بنيون عادية ما فيها شيء، وهذه بنيون عادية ما فيها شيء، يعني بحيث يعني الأماكن كلها سهلة مش صعبة. هذا بالنسبة للمحرك 1.8 فورد. إن شاء الله تنفعكم حاجة كيما هيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.